الكرة كلما يلقى ترحيب كبير. كرة بتصل غوندوبيا، لمسة ممتازة وبالاسيو أمام المرمى. يا سلام، بالاسيو ما يهدر مثل هذه الفرص، يسجل أول الأهداف للتو. كان مصاب وعاد بالاسيو، وعاد الانتر للتسجيل، رودريجو بالاسيو، لكن تمريرة غوندوبيا. معلم يا غوندوبيا، معلم يا غوندوبيا، لاعب في وسط الملعب ما شاء الله عليه، عن خط وسط كامل غوندوبيا. لكن الكرة ايضا تعود مرة اخرى، المحاولات مستمرة واللمسة ممتازة، وهدف التعادل، هدف يدرس من كاربي بثلاث لمسات، وصلوا إلى الشباك، سجلوا هدف التعادل، يفرح هذه الجماهير الموجودة واللي تقف خلف هذا الفريق. كيفن هو من يسجل، كيفن لازغانا. 22 عام لكيفن لازغانا، 26 لقاء. كرة بتصل الآن غوندوبيا، نقلها أمامية، محاولة إلى إيكاردي، حاول فيها إلى بالاسيو، لكن الكرة تتخلص، بتعود الآن إلى إيكاردي، يبحث عن زميل، إيكاردي يعيدها إلى غوندوبيا، الكل ينتظر بأن يسدد، لكن مرر غوندوبيا، نقلة أمامية خطيرة بالرأس، يا عيني، الله يا الإنتر، والنيرة تزوري سجل الثاني بعد ثلاث لمسات، ردا على هدف كاربي، هدف آخر يدرس في هذا اللقاء، ومباراة جميلة في أول 24. وفي هذا اللقاء هيرنانديز، يا سلام، هيرنانديز سجل الهدف الثالث، وهيرنانديز يصعب الآن مهمة كاربي، ثلاثية للنيراتزوري عن طريق الإيطاء البرازيلي. هيرنانديز هو من يسجل ثالث الأهداف، فرحة كبيرة للاعبي الإنتر، وهيرنانديز وضعها في زاوية صعبة على حارس المرمى فرانشيسكو بينوسي. أصبحت الأمور الآن ثلاثة مقابل هدف لمصلحة الانتر. مستمرة، وصلت هذه لسانتون، يبحث عن زميل، هذين الاثنين اللي دخلوا في شوط المباراة الثاني، وهدف ياتي الان، هدف رابع ياتي للنيراتوري من البداية، والبدلاء يبدأون شوط المباراة الثاني كما فعلها الاساسيين. هدف رابع يسجل للنيراتزوري، لاحظ الكرة والرأسية، وبعد ذلك اللي كمل. كرة طويلة الآن أمامية، لكن أيضا الإنتر ما راح يوقف عند هذا الشيء، لأن في الأيام الماضية كان حديث لماركو، وهدف، هدف يأتي لكاربي ثاني الآن مميز. كاربي نعم يسجل ثاني الأهداف عن طريق ربما كيفن، هو من يسجل هدف ثاني لكاربي، أو اللاعب ماتوس، 22 عام لماتوس المعار من فيورنتينا البرازيلي، هو من يسجل هدف ثاني لمصلحة كاربي.